دي اخبار ايجابيه. لو احنا التزمنا بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي تم وضعها من خلال وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه، هنوصل للسيناريو ده وللطريق ده، ونرجو الالتزام. طبعا القرار قد يعني لسه مش هنقدر نحدده دلوقتي، بننتظر ونشوف تطور انتشار العدوى ماشي ازاي، لكن البلاد اللي حصل فيها التزام بالاجراءات الاحترازيه والاجراءات الوقائيه الحمد لله حصل فيها تقلص لانتشار العدوى واستقرار للموقف، وبتتعافى دلوقتي الحالات بتتعافى وترجع ان شاء الله للطبيعه. ان شاء الله. اهم حاجه الالتزام بجديه شديده باجراءات مكافحه العدوى والاجراءات الوقائيه، عدم بعد تواجد التجمعات، تطهير الاماكن، كل لاعب يبقى عنده الهاند جيل بتاعه، عنده الصابون بتاعه، والهاند ووشنج باستمرار، اماكن التواجد بتاع اللعيبه تبقى متعقمه وكده. طبعا مش عايزين تجمعات خالص، مفيش اي ممارسات رياضيه ولا تجمعات. اللعيبه بيهتموا بالتركيز على التدريب الفردي والاعداد البدني بصوره فرديه عشان يحافظوا قدر المستطاع على لياقتهم، وان شاء الله الفتره دي تعدي. لو الامور عادت كويس ان شاء الله الامور تبقى احسن في الفتره اللي جايه. بخبرتك يا دكتور، شايف ان يعني الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد ولا لسه شويه؟ والله احنا في مرحله جيده، يعني احنا مصر في موقف كويس وما عندناش انتشار او تفشي للحالات، ما زالت اعداد الحمد لله قليله. احنا في السيناريو الاول، لو كملنا على هذا ان شاء الله يحصل انكماش وتقلص والامور تمشي كويس، لكن ممكن ناخد وقت شويه، اسبوع 10 ايام، هنشوف كده الاخبار ايه والتطور ده. احنا كل يوم مع بعض، والامور لو فيها اي تطور للافضل هنقول للناس طبعا، وهنسمح بما كان غير مسموح. اعتقد يا دكتور ان يعني في خلال ال 10 ايام القادمه هيبان حاجات كتير. هو طبعا يعني احنا الدوله عملت اسبوعين لايقاف المدارس والتجمعات والانشطه الرياضيه والجامعات، كل ده بيؤدي الى التقلص. واحنا بقى مننا كمواطنين، خلي بال حضرتك، هو لاعب الكوره هو مواطن زيه زي اي مواطن، فبيمارس حياته بصوره عاديه وبينتقل وبيروح يخرج واولاده واسرته. كل ما يبقى احنا جوه نطاق ضيق من التحرك وعدم التواصل، ده يؤدي الى عدم نشر الفيروس لاماكن اكثر، فده يؤدي الى كميه تقليل عدد الاصابات، وبمعناه كده هنوصل لان احنا انخفاض تدريجي في عدد الاصابات ويحصل تعافي ان شاء الله. هل من المتوقع يا دكتور ان احنا نشوف دواء قريب او لقاح قريب؟ هل طبعا من متابعتك دائما للنشرات الدوريه للصحه العالميه؟ بصوا، في طبعا يعني اخبار بتتداول هنا وهناك، لكن برضو الحاجات دي بتحتاج بعض يعني الكلينيكال ستادز وبتاخد شويه وقت، فانا ما اتوقعش الكلام ده يطلع قبل يعني شهر تقريبا، 3 اسابيع، لسه هنشوف ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب دكتور، برضو خلال امبارح او النهارده برضو بعض التعليقات على ان هناك كثير من اللاعبين في الدوري المصري مصابين بالكورونا، ايه راي حضرتك في هذه التعليقات؟ انا ما عنديش معلومه عن لعيب مصاب، بس هو اي التعريف المصاب ايه؟ هو المصاب اللي بيتم اجراء تحليل بي سي ار ليه ويطلع ايجابي. واحنا الدوله محدده اشتراطات او كرايتيريا للعيب اللي بيتم اجراء التحليل ليه، او المواطن اللي بيتم اجراء اللي هو اتظهر عليه الاعراض، يكون جاي من احدى البلاد اللي فيها انتشار للفيروس. ف يعني ما عنديش حاجه معلومات واضحه عن لعيبه في اي نوادي تنطبق عليها هذه الصفات وتم اجراء التحليل ليها وطلع ايجابي. لكن طبعا لو اي لعيب جاي من اي مكان كان عنده معسكر او سفر في اي مكان في انتشار، الحجر الصحي في المطار ايوه بيشوفوا، بيقيسوا الحراره وبيشوفوا اللي كان عنده اعراض ولا لا، واذا كان هو حاله مشتبهه لو جاي من مكان مثلا زي الصين او مكان فيه انتشار عالي بيعملوا له التحليل وبياخدوا بياناته. فاللي ينطبق على لعيبه بينطبق على كل المواطنين. تمام دكتور، برضو لو عايز حضرتك برضو تقول لنا بعض النصايح للاعبين بقى خلال هذه الفتره. اللاعبين زي ما حضرتك عارف طبعا ان انت تبقى قاعد في البيت بالنسبه للاعب دي بتبقى صعبه جدا، اهم النصائح اللي حضرتك، النصائح الطبيه اللي حضرتك بتوجهها للاعبين. النصائح العامه الخاصه بمقاومه الفيروس اللي هي التغذيه الطبيه السليمه، فيتامين سي، فيتامينات عموما،
فريش اير اوبن اير وتهويه جيده، تعرض للشمس بصفه طول الوقت. لو هو عايز يعمل تدريبات فرديه طبعا عشان اللياقه البدنيه بتاعته والعلاج البدني بتاعه يحافظ على لياقته، ده كويس جدا لو في اوبن اير او في حديقه بيته او في، لو هو حتى بيحب يروح جيم او حاجه بس يبقى فردي ما يبقاش معاه اعداد كبيره او حد موجود كتير، يمارس الرياضه مفيش اي مشكله، تغذيه طبيه جيده وسوائل وعصائر. لو حس باي اعراض برد او حاجه المفروض ان هو بيحصل له زي عزل بينه وبين افراد اسرته اللي حتى تمر هذه الاعراض، ممكن يتواصل مع الخط الساخن اللي هو 105 لو عنده اي استفسارات هيقول له يعمل ايه. طيب دكتور اخيرا، هل ممكن تقول لنا او متوقع مثلا ان يعود نشاط كره القدم في مصر او الرياضه في مصر خلال الفتره القادمه ولا صعب؟ ان شاء الله يعني انا متفائل ومتوقع لو احنا التزمنا بالاجراءات الاحترازيه الوقائيه بالصوره اللي انا شايف انه في ابتدى في اويرنس وفي وعي من الشعب كله، كل الناس ابتدت تهتم بالعنايه الشخصيه وعدم تواجد التجمعات، اذا استمرينا على كده ان شاء الله خلال اسابيع قليله الامور هتبقى افضل ويبقى في بشرى ان شاء الله جيده للمجال الرياضي ان شاء الله. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه في الاتحاد المصري لكره القدم، زي ما حضراتكم شايفين